عنده قدرات خلي يديله فرصه لزياده. عشان برضو ايه احنا في ناس قاعده والوقت مش هيسعنا ان احنا نسمعها كلها. واحنا ناخد ممكن ناخد الاخ البدوي طويل تعالى طويل. خدها بقى خدها دي جايزه رساله المحافظ جايزه بركه دي بسم الله ما شاء الله عليك محافظة جنوب سيناء السيد اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة. مرحبا بكم جميعا كل باسمه طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. معلش أنا مش هطول عشان وقت سيادة المحافظ، أنا عارف إن اليوم كان شاق، ولكن أنا سعادتي غامرة بإن النهاردة سيادة المحافظ محافظة جنوب سيناء السيد اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة. مرحبا بكم جميعا كل باسمه طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. معلش أنا مش هطول عشان وقت سيادة المحافظ، أنا عارف إن اليوم كان شاق، ولكن أنا سعادتي غامرة بإن النهاردة سيادة المحافظ جدا لان قال ان المحافظ سيادة المحافظ يحب يسمعني، فاحنا هنديله الفرصة. مش هطول كتير ولكن سريعا، ادارة الموهوبين والتعلم الذكي عرض سريع 5 دقائق عرض ضوئي اتفضل يا فندم. الجوائز بتاعتنا عشان يبقى في حافز للطلاب ان هم يبقوا متميزين ويتكرر ان شاء الله باذن الله. عندنا مسابقه للنشاط الثقافي والفني والرياضي والاجتماعي، وفي جائزه كمان جائزه اسمها جائزه الابداع، وفي كاس التميز والانضباط، ده هيبقى لافضل فريق او افضل عمل فردي او افضل عمل جماعي. وهيبقى في تقييمات خلال الثلاث ايام اللي جايه. عندنا بدايه من النهارده كان في استقبال، ان شاء الله بكره يوم الافتتاحي ومستمرين لحد يوم الخميس يوم الاختتام. حضراتكم طبعا بالكمال توحدا يا أيها المختار يا أيها المختار.